بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة يعني تناول الكثير من الطعام والشراب يؤدي للإصابة بالسرطان يعني هذه نتيجة غريبة جدا وجدها الباحثون حديثا كذلك يؤدي إلى تغيير شكل القلب فالإنسان الذي يأكل كثيرا نجد أن قلبه يتضخم ويعني يصبح قلبا مريضا سبحان الله وهناك أضرار كثيرة جدا دعونا نتأمل ما كشفه العلماء وكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قبل أربعة عشر قرنا دعونا نتأمل يحذر العلماء من أن حالات الإصابة بمرض السرطان آخذة في الارتفاع، وهناك سبب رئيسي وهو الوزن والبدانة. يعني مثلا في بريطانيا هناك 14 ألف حالة سرطان سنويا بسبب الوزن الزائد. سبحان الله. يحث الخبراء الناس اليوم على ضرورة النظام الغذائي. وعلى الاقلال من الطعام والشراب والامتناع تماما عن الوجبات السريعه واللحوم الحمراء المحفوظه ولحم الخنزير المقدد وافخاذ الخنزير بالاضافه الى التوقف تماما عن تناول الكحول ويقول الباحثون ان البدانه تؤثر على بنيه ووظيفه عضله القلب سبحان الله لذلك هناك دراسه استرالية حديثة تؤكد ان عضلة القلب تمرض وتصبح اقل نشاطا اثناء الطعام الزائد او في حالة تناول الوجبات السريعة او الافراط في الطعام والشراب وتظهر الصور كيف ان القلب يتضخم ويصبح حجمه اكبر من القلب الطبيعي مما يشكل مشاكل اخرى على الجسد كذلك حذرت صحيفة ديلي تيليغراف أن ربع الأطفال في سن خمس سنوات وأكثر من ثلث الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات يعانون من الوزن الزائد ويتوقعون أن ترتفع هذه النسبة في العقود المقبلة سبحان الله هنا أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب ينفرنا من الاكل الكثير او من الطعام الزائد، لنتامل ماذا قال الحبيب عليه الصلاه والسلام. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: الكافر ياكل في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في معي واحد، سبحان الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يعطيك ايها الانسان اشاره خفيه الى خطوره ان تكثر من الطعام والشراب. يعني ينبغي ان تخفض تناول الطعام والشراب الى الحد الادنى، لماذا؟ لان هذا يضمن لك سلامه القلب، سلامه الجسد، الوقايه من كثير من امراض العصر والتمتع بصحه جيده. بالله عليكم هذا النبي الا يستحق ان يقول الله تعالى في حقه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نسال الله ان ينفعنا واياكم بهذه المعلومات والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم انه الحق